السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في فيديو جديد. هذا الفيديو سوف نحاول أن نشرح لكم كيف يمكنك استخدام البروكسي وماذا يقصد بالبروكسي. في الفيديو السابق قمنا بشرح فيديو وفيه تطبيق وفيه مجموعة من المعلومات حول البروكسي، لكن يوتيوب قامت بحجبه وفرض ما يسمى زائد 18 سنة لكي يشاهده الناس. هذا الفيديو سوف نتجنب أن نشرح وندخل نعطي أمثلة، ولكن سوف نعطي فقط معلومات عامة، لأنه مسألة البروكسي هي مسألة جد مهمة. إذا كنت تود التسويق على الأنترنت لديك مجموعة من الحسابات مثلا على بينفلاكس بينترست أو مثلا حسابات الانستغرام وحسابات الفيسبوك، تود تبيع خدمات مثلا الفيسبوك مثلا مشاهدات لايكات إلى ما غير ذلك، فأنت تحتاج إلى بروكسي. البروكسي يا جماعة بكل بساطة هو عبارة عن اي بي، دعونا نسميه مثلا عنوان. هذا العنوان يكون مثلا لفرنسا، أمريكا، أوروبا، بجميع البلدان العالم. و لما تستخدم هذا الاي بي فانت تبدو للموقع او للمؤسسه معينه مثلا شركه الى ما غير ذلك على انك متصل من ذلك البلد. الغايه من استخدام البروكسي وانك توهم موقع معين او شركه لانك تتواجد في ذلك البلد، والسبب هو هناك العديد من المواقع تفرض وتوفر خدماتها فقط لمجموعة من الناس داخل منطقة معينة، وأنت لما تستخدم البروكسي فأنت نوعا ما تتحايل. هذا من جهة. المسألة الثانية، واستخدام البروكسي يحمي خصوصيتك يعني معلوماتك الخاصة، فهناك من يستخدم فقط البروكسي لكي يحمي معلوماته الشخصية. أيضا هناك العديد من السيناريوهات، هناك العديد من المواقع التي تعطي وتوفر ما يسمى بالبروكسيز. الأدمنة تبدأ تقريبا من دولار البروكسي الواحد، لكن نحن نستخدم موقع تقريبا قرابة السنة وخدمته جد مميزة، وقام حاليا الحدود تسجيل هذا الفيديو 24 دجنبر 2020، قام بالتسجيل في الموقع قرابة 950 شخص في الموقع، والموقع يعطيك 1 جيجا باندويتش في الشهر، 10 بروكسيز بالمجان، ويمكنك ان تحصل على 100 بروكسي 250 جيجا باندويتش فقط بدولارين و75. يمكنك ان تتقاسم هذا البروكسي مع صديق، ونحن ان شاء الله في الفيديوهات المقبله سوف نشارك معكم هذه البروكسيات بالمجان، لانه انا لدي العديد من الاشتراكات في الموقع واستخدمه للترويج على بينترست، ترويج على يوتيوب، وكذلك الترويج على انستغرام. البروكسيز كما أشرت يمكنك أن تستخدمها في بينفلاكس أجنسي، برنامج بينفلاكس يمكنك أن تستخدمها في السوشي نيتر، ويمكنك أيضا تستخدمها في ديابوليك ترافيك بوت، كما يمكنك أيضا تستخدمها في العديد من البرامج. يمكنك أن تربط البروكسي بالحاسوب الخاص بك، وبالتالي سوف تتصل وتبدو للموقع لأنك متصل مثلا من فرنسا أو من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تستفيد من خدمات هذه المواقع. الموقع الذي أنا شاركت معكم وسوف تجدون رابط له في الوصف يمكنك التسجيل فيه، هذا الموقع يعطيك تبادل البيانات ما يسمى الباندويتش ب كمية 250 جيجا في الشهر، وهذا كافي جدا لتصفح الانترنت واللايكات. اذا اردتم مشاهدة الفيديو السابق سوف اضع رابط له في الوصف، فيديو فيه شرح تطبيقي للموقع يمكنكم مشاهدته. هذا الفيديو سيكون بمثابة فقط نافذة، من خلالها ادعوكم لمشاهدة الفيديو الاصلي. انقر على متابعة سبسكرايب لكي تشاهدوا المزيد من الفيديوهات ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.